بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سيد وزير الدولة، السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك للجميع هذا الشهر المبارك الكريم، شهر رمضان. أباركه لجلالة الملك حفظه الله أمير المؤمنين، وأيضا للشعب المغربي قاطبة، ونسأل الله أن يعيده علينا استمرار باليمن والبركات ومزيد من الاستقرار والأمن لبلدنا إن شاء الله. وأريد بهذه المناسبة أن أطمئن إلى أن جميع الجهات المختصة والمتدخلة تأخذ بالجدية الكاملة وضعية الأسواق ووضعية الأتمنة في الأسواق. وكما تعرفون فإن وزارة الداخلية خصصت رقما خاصا هو رقم 5757، رقم للتبليغ عن أي اختلالات في السوق من قبل أي مواطن. وقد بدأ هذا الرقم منذ 3 أيام يشتغل، واللجان اللجنة المركزية ولجان المراقبة والتتبع إقليميا أيضا تشتغل لمتابعة أي اختلالات في السوق والتدخل عند الاختطاف. ولكن الحمد لله يعني التقييم الأولي بين بأن الأتمنة عموما كانتش زيادة في البصل، واحد الوقترها عاد رجعت شبه طبيعية. في البداية احنا تابعنا الشكايات ديال المواطنات والمواطنين، وصلوني مباشرة بعض الشكايات، لكن الأسعار عموما مستقرة. وحتى الأخوات والإخوان المواطنات والمواطنين لاستخدام واستعمال هذا الخط الهاتفي للتبليغ عن كل ما يقفون عليه، لأن إذا لم يكن هناك تعاون بين الإدارة وبين المواطن غادي صعب باش نعرفوا الاختلالات فين كاينة ونصدوها وتدخل الجهات المعنية في الوقت المناسب. وهذا الشيء اللي كيوصل هذا الرقم راه كيوصل مباشرة العمالات والأقاليم، وكيوصل اللجان المكلفة بالمراقبة مباشرة. كل إقليم راه الرقم ديالو كيوصل الإقليم المعني مباشرة، بمعنى أنه هذه أداة فعالة وفاعلة للمراقبة دون تنقيص بطبيعة الحال من الأدوات الأخرى التقليدية العادية. هذه أداة خاصة بشهر رمضان الجديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير ويهدينا سواء السبيل، وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام و سائر الطاعات في هذا الشهر الكريم والمبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.